اختتمت في مقر الاتحاد الافريقي بالعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا جوله مشاورات تمهد للوصول الى حوار سوداني سياسي يسهم في انهاء الحرب وبناء سلام مستدام في السودان عبر مخاطبه القضايا الرئيسيه التي جعلت السودان اسيرا للحروب وعدم الاستقرار السياسي والفقر، والتي شاركت فيه قوى سياسيه سودانيه رئيسيه تمثل تنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنية تقدم ومنظمات المجتمع المدني. الآن تم النقاش والاتفاق على تصميم للعملية السياسية بحيث تشمل تعريف من هم أطراف العملية السياسية، ما هي قضايا العملية السياسية، وقضيتنا الأولى هي مسألة وقف العدائيات لوقف الانتهاكات التي يعاني منها الشعب السوداني وتوصيل المساعدات والإغاثات للشعب السوداني التي يحتاجها فعلا في كل مواقع إقامته الحالية، سواء كان داخل السودان مناطق العمليات وغير مناطق العمليات. كل السودانيين داخل السودان يحتاجون للمساعدة والإغاثة، وكذلك السودانيين الذين ضمتهم المهاجر والملاجئ في الخارج وفي دول الجوار كلهم محتاجون الآن. فلذلك كانت هذه قضية جوهرية للاتفاق عليها لإنهاء معاناة السودانيين، ندلي بدلونا في ذلك. جولة المشاورات التي نظمها الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد على مدى 3 أيام بحضور الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي من بينها المغرب، خلصت إلى الاتفاق على وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والتصميم لعملية سلمية تشمل توافق القوى المدنية والسياسية في السودان. فالحمد لله كلهم اتفقوا انه في رؤيه واحده انه الحرب تقف في السودان عشان يفتح مجال لعمليه سلميه بيلعب فيها الاحزاب السودانيه المدنيه دورا في مجال السياسه، مجال اداره الدوله، إدارة تنوع وتقسيم السلطة، كل هذه سينبثق من اجتماعات تحضيرية. وتأتي هذه المشاورات في وقت يتطلع فيه أهل السودان لمفاوضات جنيف التي يأمل السودانيون أن تكلل بوقف للعدائيات وفتح لمسارات العون الإنساني وترتيبات جدية لحماية المدنيين مع ضمان آليات الرقابة اللازمة لذلك. في إطار حوار سوداني سوداني يعتزم الاتحاد الافريقي والإيجاد إكمال حلقاته لنزع فتيل الحرب في السودان، شاركت عدد من القوى السياسية والمدنية في مشاورات استمرت على مدى 3 أيام لتصميم رؤية موحدة لحوار شامل. أحمد رياض، ميديا، أديس أبابا.